عمل الكلام اللي بيفتكر ربنا ابتدى يسلته في الفتره الصعبه دي اللي بتسمونها يوسف كان كانش بيفوت على مرات كده موجود معانا. احنا هنبتدي بكلمه صغيره واحد الاباء الحلوين بتوعنا اللي احنا يعني نفتقدهم من الاخر، فهنبتدي بالكلمه دي وبعد كده هنبتدي البروجرام بتاعنا. لما المسيح يعرف ان في واحد من تلاميذه هيستنى او هيستنى، دي تخلي المسيح يقول له لا، لا ده بالنسبه لنا الحب، بالنسبه لنا لان احنا قلبنا صغير وقلبنا ضيق وقلبنا بيحب الغير، فلما واحد يضايقني ابص لاي محبتي بتقلله. ممكن تقدم محبه لكن واحد يضايقك لا، محبه هنا تقف، واحد يهزيك لا، واحد يهينك، واحد يفتري عليك، واحد يظلمك لا، المحبه بقى لا، دي ما يستاهلش محبه. لكن المسيح مش كده، المسيح مش كده، المسيح أحب خصة الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تقول لي يعني إيه؟ إيه المنتهى ده؟ أقول لك المسيح لما سمروه على الصليب فتحوا دي كده، واحد لقى مسمار هنا في الخشب هنا، واحد من الناحية التانية شد بقى الدراع عشان يجي قدام الخرمة، أصل هما كانوا عاملين خرمين في الصليب، فيظهر أمامهم أوسع من اتساع إيدين المسيح، فبقى الصليب هنا في الخرم، واحد من الناحية التانية بيشد بقى الدماء عشان يوصله للخرب التاني ويدقص المسمار التاني. شوف كده لما الايد دي تبقى متسمرة، ايد دي فيها مسمار وبتتشد، يبقى الوجع قد ايه؟ هكذا أحب الله العالم. وبعدين الايدين فضلت بقى في الوضع ايه؟ مفتوح كده، يعني مش ممكن هتتقفل في ايد في وش حد. الحب ده على الصليب والحضن المفتوح ده على الصليب مش ممكن يتقفل في وش حد. بمعنى ايه؟ مهما كنت وحش، مهما كنت مفتري، مهما كنت مغزي، مهما بعته بكذبة أو حنفالة أو شتيمة أو شهوة ردية، مهما عملت هيحبك برضه وحبه مفتوح ليك برضه، مهما كان حالك ومهما كانت خطاياك ومهما أسأت إليه برضه هيحبك زي ما بيحبني بالظبط. كل خسائر العالم، كل خسائر العالم تساوي صفر جنب حب المسيح على الصليب. عشان كده بقول لك ربنا ضيع محبته كتير قوي في حياتنا وأعمال كتيرة قوي طول ما هو بيحبنا، لكن أجمل صورة لحب الله ولحب المسيح صورة حب على الصليب. هو ده، تخيل. عشان كده إحنا بنفتخر جدا
بنفتخر جدا بحب المسيح، بنفتخر جدا بالصليب اللي كشف لنا حب المسيح. عشان كده كل ما تصلي تشم صليب، كل ما الكنيسه تقول اديوس تشم صليب، كل ما تخطي خطوه تشم صليب، قبل ما تاكل تشم صليب، لما تتخض تقول باسم الصليب. الصليب اصبح حاجه داخله في كياننا، في لحمنا وعظمنا. الصليب ده اصبح حاجه ما نقدرش نستغنى عنها ونكرمها جدا. حتى ان الكنيسه تحط الصليب فين؟ في اعلى مكان، فوق الحجاب خالص، فوق في اعلى مكان، لان الصليب ده فخرنا، ده فرحتنا، ده مجدنا، ده ابديتنا، ده قوتنا في هذا العالم، ده اللي بيساعدني على تنفيذ اي وصيه، ده اللي بيوريني محبه الله حتى في الاوقات اللي ببقى فيها وحشه. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش مسيحيين، نعيش حسب ما هو عايز مش حسب ما احنا عايزين، نعيش كده كل ايام حياتنا شايلين صليبه مفتخرين بيه فرحانين بيه لالهنا المجد الدائم. Yeah.
ولما كانت الساعة اتكى والـ12 رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم أني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم أني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. Thank you.
لكن الاسبوع اللي هيبتدي فيه الاسبوع المسخه كل ما تسمعوا عن بستان كسباني تذكروا في صلاته بس بستان وليل وخيام تناهى النهار واغترق الليل ليل غامض وضوء القمر باهت سكون مخيف وكأن الحياه ماتت عرق نازل دم في بستان ضلمة صراع نفسي جسدي وسط العتمة زحام من المشاعر وصل لملاه وإيد بتترعش مرفوعة لصلاة بطرس ويعقوب يوحنا في ركن نايمين لما أخذهم معاه كانوا فرحانين افتكر يوم أخذهم راح يصلي لما اتغيرت هيئته وقت التجلي بس المرة دي اسمه عمرك مبسوط قال نفسي حزينة جدا حتى الموت من منظر لقاء الناموس والأنبياء لمنظر حزين خافت ملاعي الأعياء أنام خطوات بطيئة وصلت الصوت جبال ركب تتني تنزل على الأرض زلزال يسوع على ركبته منكس الرأس يطلب لا أمكن عن بعضه عن الكأس ما كانش خوف ولا أي حاجة تهدده هو كإنسان محتاج لمغامرة تسلمه غمض عينيه وفكره راح للبستان مش البستان ده البستان اللي سقط فيه الإنسان يوم ده آدم أنت فين؟ كان قدامك كل شجر البساتين ليه بتعصب؟ ليه بكلامك تستهين؟ ليه من الشجرة أكلت وعصيت على غيرك وعلى نفسك جنيت؟ دي المرأة اللي ادتني أنا المسكين وحتى فشلة تمت في نص الليل بشهود صور خيمين
بطرس هذا سقط الجوع وصلبه. اطلق الراس وخذ يسوع. بطرس حيرة من كلام الزملاء، ويسوع كشى صليبه لم يفتح لها. الكذاب تسالف على ظهر صخره 39 كلمه رسمت في الاسم عفر. الدمع الارض بحر اموال مهدوده. تسبح ملاك الالم، تسبح ملاك الالم روعه مفروده. اكيد شوك اكترس فوق الكبير، بسط ولطم ونفس مهاب ومنيل. واتفتح باب على شارع غير طويل، وخرج يسوع الشارع الصليب تقيل. الوطن بيعزف ويا الناي لحن حزين، والخطوه بتزحف كانها شهور وسنين. عالصليب اتعلق زي لص مدام، معطي ماء الحياه يسقط على عطشان. نور الشمس اتحجب والضلمه غطت السفوح. مع صرخة يا أبتاه في يديك أستودع روح. عالصليب مات المسيح بريد الفداء، والبستان لسه شاهد على نقص الدماء. البستان ده شاف صلوات الجبن الأبوه، وشاف خيانة واحد والباقي صابوه. أصل البستان ده قلبي، البستان ده قلبي، فازاي هيكون؟ هيكون مكان للصلاة ولا هناك حفور؟ هيكون مكان يفرح نفسي بالتجديد، ولا ههرب واسيب إلهي الوحيد؟ إلهي علمني أدخل البستان وأنا أقعد معاك، تحفر جوايا كلامك، أتمتع بالعشرة وياك. علمني إن أنا أصلي وأطلبك بوجهك ألتمس، معاك تهون الدنيا وحبك أنغمس. يموت هوزة جوايا وتعيش فيا صفاتك، تجدد شباب وياخد القوة من ذاتك. خليني أهدف مع الملايكة طول الأبد، لك القوة والملك والبركة والعزة إلى الأبد.
And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude of swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Now his betrayer had given them a sign, saying, "Whomever I kiss, he is the one. Seize him." Immediately, he went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. But Jesus said to him, "Friend, why have you come?" Then they came and laid hands on Jesus and took him. And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest and cut off his ear. But Jesus said to him, "Put your sword in its place. For all who take the sword will perish by the sword. Would you think that I cannot now pray to my Father, and will provide me with more than 12 legions of angels? How then could the scripture be fulfilled that it must happen this?" In that hour, Jesus said to the multitudes, "Have you come out as against a robber with swords and clubs to take me? I sat daily with you, teaching in the temple, and you did not seize me. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples were so
ولازم أقسم يسوع مضوا به إلى قيادة رئيس الكهنة، حيث اجتمع 23 وأما بطرس فتبعهم البعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الحكام بيرصد النهاية، وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة نزول على يسوع لكي يقتلوه فلم يقتل، ومع أنه كان شهود نزول كثيرون لم يقتل، ولكن أخيرا تقدم شاهد نزول وقال: هذا الأمر أني أقدر أن أقتل هيكل الله وفي 3 أيام أمين. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تقول بشيء؟ ماذا يشعر به هذا العمال؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فسأله رئيس الكهنة: أستحيلك الله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لك من الآن تبصرون إلى الإنسان جالسا عاملين الفوق وآتينا على سحاب السماء. فمثل رئيس الكهنة حين السياق قائلا: قد جبت ما حدثنا معك إلى شهود، هل قد سمعت تأديبا؟ ماذا ترون؟ فأجابوه: إنه مستقبل المرض.
who also went with Jesus of Nazareth. But again, he denied him that oath. I do not know the man. And earlier, those who stood by came up and said to Peter, "Surely, you also are one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately, the rooster crowed, and Peter remembered the words of Jesus that said to him, "Before the rooster crows, you will deny me three times." So he went out and wept bitterly. Thank you.
ثم جاوب يسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون القسط. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحد. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول أني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد الحق. كل من هو للحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. Thank you.
فخرج يسوع تلميذه وهو حامل الى الشوك وسوق الادوار فقال له بيناقص هو ذا الانسان فلما راه وسائل الكهنه والخدام سبقه اصلحه اصلحه قال له بيناقص خذوه انتم واصلحوه لان الناس تؤدي فيه عيبا اجابه يهود لنا ناموس وحسب ناموسا يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله فلما سمع بيناقص هذا القول استاد ثوبه فدخل ايضا الى ضرب البلاد وقال ليسوع من اين انت واما يسوع فلم يعطيه جوابا فقال له بيناقص اما تكلمني الست تعلم ان لي سلطانا اصلبك وسلطانا اناطقك اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطانا ابدا لو لم تكن قد اعطيت هذا الحكم لذلك الذي اسلم اليه له خطيئه اعظم من هذا الوقت كان بيناقص يطلب ان يطلقه ولكن اليهود كانوا يصرخون ان اطلقت هذا فلست رقيقا لقيصر كل من يجعل نفسه ملكا لقوم قيصر فلما سمع بيناقص هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولايه في موقع يقال له القرار وبالعبرانيه جلس وكان استعداد القسط ونحو الساعه الثالثه قال لليهود هو زملكه فصرخوا خذوا اطلبوا قال له بيناقص أأصل ملككم اجاب رؤساء الكهنه ليس لنا ملك الا قيصر فحينئذ اسلمه بلاد يوسف فاخذوا يسوع ومروا به فخرج وهو حامل صديق الى الموقع الذي يقال له موقع الجمجمه ويقال له بالعبرانيه بولكس حيث صلوا Yeah.
sitting down. They kept watch over him, there. And they put up over his head the accusation against him, the letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is Jesus, the King of the Jews. Now they stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother, and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his home. اسكني يا رب.
الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. رأيتك يوما إلهي الحبيب تائب Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood there, when they heard that, said, this man is calling for Elijah. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on a hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he cried out with a loud voice. He said, Father, into your hands I commit my spirit. It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit.
ثم أتى يوسف الذي أخاف وهو تلميذ يسوع، ولكن خفيت من سبب الخوف من اليهود. سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي قال أولا. ليلا وهو حامل مزيج مر معهم نحو 100 منة، فأخذ جسد يسوع ولفه بأكفان معطرة كما اليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد فقط. فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. Amen.
لك عهد يا يسوع لن أخذنك أبدا. برغم ربي من كل أخطائي وكل خطاياي الكثيرة، لكن يا ربي أنت تديني القوة عشان خاطر أحافظ على هذا العهد. عهدك يا رب إن أنا مش هزعل، عهدك يا رب إن أنا هفرح المقدام. أنت قدوس وصدقت قدوس إلى الأبد، لكن أنت رب صلبت عشان خاطر تخلينا إحنا أيضا قدوسين. إدينا يا رب هذه القوة إن إحنا لما نرسلها على الصليب نقول يا رب أنت فتحت لنا الباب عشان خاطر نكون قدسين. لكن رب مش هتسيبنا غير لما نبقى قدسين. فمد إيدك يا ربي وارفعنا كلنا ليك. إحنا كلنا بنحبك، كلنا عايزين إحنا نكون معاك. لكن يا ربي ما زلنا في الأسر العنفاء. مد إيدك يا رب أنت وارفع تفكيرنا وارفع كياننا وارفع أرواحنا وارفع أجسادنا عشان خاطر تكون كلها قديسة. باركنا يا رب وكل بركاتك الروحية. ما أجل شفاعتك ومتقدسة تنهار من قرية الشهيد العظيم بالقدس. اسمعنا ربنا وارفع الشكر قادم من الأعلان الذي في السماوات تتقدس اسمك ويأتي ملكوتك لتكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. فرسانك الله